زيارة اليوم لولاية سليانة تتزامن مع العيد الأمهات، هذاك علاش فيها بالأساس زوز جوانب هامة، جانب يتعلق بالاطلاع وتدشين الاطلاع على بعض المشاريع المتواصلة في الولاية وتدشين بعض المؤسسات اللي ترجع للطفولة اللي هي تم تهيئتها أو بنائها منذ سنوات وأصبحت جاهزة في أواخر 2020، واليوم إن شاء الله دشنا ثلاثة عنا مؤسسات كما شفتوا في العروسة نادي طفولة، توا في قعفور هذايا روضة أطفال تابعة للبلدية الوزارة دشنتها وكلفة تقريبا الكلفة الجمعية للمشاريع الثلاثة هذوما 1,150,000 دينار. روضة البلدية اللي تابعة لقعفور تقريبا 248,000 دينار. ان شاء الله باش تدخل حيز النشاط في القريب العاجل. وكذلك الجانب الثاني يتعلق بقريه اس او اس سليانه، باش نحتفلوا بعيد الامهات مع الامهات والمربيات القائمات على الاطفال في القريه هذه. كما تعرفوا القرى اس او اس كانت تتمتع بدعم من الجمعيه الام منذ عامين، الحقيقه الدعم هذا تم رفعه، ما عادش فما الامكانيات، واحنا في تونس الطفوله اولويه، وبطبيعه ماناش باش نفرطوا في صغيراتنا، خاصه الصغار اللي ينتميوا العائلات ووضعيات هشه واللي هما فاقدين للسند. هذاك علاش رئيس الحكومه السيد رئيس الحكومه كلفنا وزاره المراه باش نشرفوا على القطاع هذا وباش نمولوه، هذاك علاش رصدنا ميزانيه بزوز مليارات و600 اس او اس الكل، قرى الكل، هما اربع قرى قمرت أكودة المحرس وسليانة. دونك هذه ورفعنا في الميزانية السنة ب 10%، وطلبنا هما طلبوا دعم آخر وإحنا مش نعاونوهم عليه إن شاء الله. هو مسألة العنف المواجه ضد النساء يعني من أولويات الوزارة ومن أوكد المشاغل اللي تخدم عليها وزارة المرأة والأسرة وكبار السن. التمشي نتاعنا والهدف نتاعنا أنه نغطيو كل الولايات على الأقل بمركز لاستقبال النساء ضحايا العنف. في ولاية سليانة في قعفور تو انطلق العمل لإحداث مركز لإيواء النساء المعنفات، وعندنا برنامج كبير إن شاء الله قريب باش ينطلق في شهر سبتمبر مع الاتحاد الأوروبي باش نزيدوا نعاونوهم بدعم آخر حتى المركز هذا يفتح أبوابه إن شاء الله في أفضل الأوجه اللي ندخلوا بها لمساعدة النساء في القطاع الفلاحي وفي المناطق الريفية بصفة عامة، خاطر مش كان القطاع الفلاحي. عندنا برامج للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، سليانة هي مشمولة بهذا البرنامج. فما دعم العائلات اللي عندها أوضاع خصوصية، تو كنت مع جماعة طلب دعم آخر لأنه يقولوا لي المشروع في سليانة ناجح برشا، والأسر اللي تحصلت على الدعم هذا في حدود 200,000 دينار ماشية، معناها نجحت المشاريع، هذاك علاش طلبوا دعم آخر وإحنا الوزارة استجبنا للطلب هذا. فما أمهات التلاميذ اللي مهددين بالانقطاع المدرسي كيف كيف 50,000 دينار في المشروع هذايا. وفما كما تعرفوه مشروع رايدة اللي يشمل ولاية سليانة تقريبا 120 انتفعوا، وعندنا رائدات جديد إن شاء الله باش تكون ولاية سليانة فيه حيز معتبر.